السلام عليكم، نتمنى تكون بخير وعليك خير. شكرا على الاستضافه هذه. معكم زكريا النيالي، ملقب باريستا، ولد مدينه اسفي، من شركه ديومو كافي. تنديروا دورات تكوينيه في الكوكتيل، يعني في المشروبات البارده والمشروبات الساخنه، وتنديروا دورات تكوينيه في المغرب. واليوم تم استدعائي باش ندير دوره تكوينيه في مقهى سبيكولوس في حله جديده بمدينه الاسفي. نتمنى الناس ديال مدينه الاسفي يزوروا هذا المقهى، هذا فيه يعني بمواصفات عاليه. ونوجه تحيه لليكيب كامله اللي خدمات اليوم، ما شاء الله تبارك الله، لا من السيرفيس ولا لباريستا، ناس يعني باغا توصل باغا تخدم في هذا الدومين، في هذا المجال هذا. يعني الحمد لله ما لقيتش اشكاليه معاهم. الناس عندها رغبه باش تمشي في هذا الميدان هذا. اش غادي نقول لكم؟ نتمنى اللي في قلبه شي حاجه ديال الخير، ربي يوفقها لي ان شاء الله. وشكرا جريده اشواق. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.